السلام عليكم يا أصدقائي، كيف حالكم؟ اليوم سوف نأخذ درسا جميلا بعنوان أسماء الإشارة، وسوف نستخدم مهارة سرعة البديهة. من خلال التعلم عالي الأداء سوف نتدرب على القدرة على اتخاذ وتبني موضوعية للأفكار والمعتقدات المختلفة. هدفنا أن يصوغ المتعلم جملا بها حرف الخاء مستخدما أسماء الإشارة هذا وهذه. إذن انظر إلى الصورة، ماذا ترى؟ نعم، إنه ولد وهذه بنت. اليوم سوف نستخدم هذا وهذه مع هذه الصور. للولد أي المذكر نقول هذا، هذا ولد، وللبنت هذه بنت. إذن في المذكر دائما أقول للولد هذا وللبنت هذه، أي للمذكر هذا وللمؤنث هذه. والآن يا صغيري، هذه صخرة. لماذا استخدمنا هذه؟ لأن صخرة تاء مربوطة في آخرها أي مؤنث. هذا خروف وهذا دخان. أما كلمة مخالب فهي جمع ونستخدم معها هذه، هذا وهذه. هيا بنا، ما هذه؟ أحسنتم، مدرسة. هذه مدرسة وهذا مدير، هذا طبيب، هذه طبيبة. من هذه؟ هذه معلمة. من هذا؟ هذا معلم. من هذا ومن هذه؟ نعم، خباز. أحسنتم، وهذه خبازة. ضعها في جملة مفيدة. هذا خباز يصنع الخبز، هذه خبازة تصنع الخبز. والآن لا تنسى أن تدخل إلى هذا الرابط الجميل وتدخل إلى لعبة وورد وول لكي تقيم ما تعلمته اليوم عن أسماء الإشارة. شكرا جزيلا وعطلة سعيدة، إلى اللقاء.